هذا تل احنا بها هسه او قديما يسمى تل القصر بالعربي، وبالكردي يسمى تل قري قصروكا. قري قصروكا بالكردي وتل القصر بالعربي نفس المعنى. هاي تعود على حياة القرى في هذه المنطقة تعود الى قبل 1950. وبالذات بدأ الحياة الطبيعية في هذه القرية 1950 فما فوق. كان هناك حياة طبيعية يعتمدون أهل القرى في هذه القرية على الزراعة، مثلا زراعة ديمية أو زراعة اعتماد على مياه الآبار، وكذلك اعتماد على العيون والينابيع، وكذلك اعتمادهم على تربية المواشي المعص والأخنة والدجاج، أي شيء مهم يعتمدون على حياة العيش فيها. كان هناك حياة طبيعية عادية في هذه القرية، وتقريبا عدد البيوت تقريبا أكثر من تقريبا 50 إلى 60 بيت في هذه القرية. وكلها يعني قرية كبيرة كانت. لكن بعد من الستينات أدى إلى هجرة أهل القرية بأي ظروف كانت، ظروف سياسية، ظروف اقتصادية، أي ظروف كانت. بعدها بداية السبعينات 1970 71 هجري عادوا أهل القرية إلى قريتهم وبدوا بحياتهم من جديد. وبعد تقريبا 4 سنوات 1976-75 هاجر أهل القرية مرة أخرى. هم هاجروا. بعدين رجعوا أهل القرية بكل عوائلهم وبدوا ببناء بيوتهم، وكان بيوتهم تقريبا مبنية. هاجرت ماكو بحيرة. لا تعالوا يا كاكا كارزان حتى تكون الصورة واضحة أمام السادة المشاهدين. مشاهدينا، هذا المكان اللي خلفي حاليا او امامي، تعالوا شباب شوي خلي تكون الصوره واضحه. هذه البحيره وهذا المياه كانت ما موجوده انذاك، كانت قرى وبيوت او قريه بيوتات كانت بيها. ايش وقت اجى المي بيها وايش وقت غرقت كاك؟ من منتصف الثمانينات يعني 1985 86 ذا غرقت القريه. ادت الى كثره تساقط سقوط الامطار والثلوج وجريان المياه من عيون الينابيع القرى شمال مركز محافظه دهوك، ادى الى تراكم مستوى المياه في هذه المنطقه. لذلك ادت الحكومه ذلك الوقت قاموا بالحفاظ على سلامه المواطن، حفاظا مثلا على اهل القريه، وكذلك والاعتماد اهل دهوك لمياه صافي، قاموا ببناء سد هذه المنطقة.